كوتش، اليوم كنسمعوا اثمنه واسعار خياليه ديال السوايع، وانا اليوم كنوجه دعوه للمستمعين والمستمعات انهم يتقاسموا معنا التجارب ديالهم دائما على رقمنا 05 22 77 24 24. اذا شنو هي الاسعار اللي موجوده اليوم في السوق؟ كارتفاع في الاسعار في المواد الاساسيه. عندنا اقتصاد موازي، عندنا سوق موازيه. نعم للاسف هنا فين غادي يدخل نقطه الموضه. الموضة فين كاينة؟ كاينة في أن شي أب كيديروا اللي كيجيبوا، يعني كيكون داك الأستاذ يحضر مع ولده في البيت. وكما قالت واحد السيدة غادي ناخذ الكلمة ديالها، يعني بطابلة الكوتي ديالو اللي خاصها تكون مشكلة كل نهار في شكل. شوفي فين كندخلوا. يعني الحصة كتكون ما بين 200 حتى 300 درهم. هادو الناس العاديين، أنا كنقول لك على إنسان عادي. كتقدر يطلع 500 درهم للحصة الساعة. الساعة تصوري هذا راه ما بقاش، راه ولا ان سالير، ولا عندك سالير زايد عند الاب خصو يتحمله. هذا هو الموضوع. وبان كنقول انا ولدي جبت عنده، جبت له الاستاذ للدار. اذا انا ولد تباهي افكتيفمون، حيت انا عندي ابناء وليدات كنهضر معاهم داك الشيء، تيقول لك وانا ما درتش معايا الوالد ديالي مجهود. علاش يا بابا؟ وفلانه كيجي عند الاستاذ تاع الدار وانا تيقول لي خدم وخدم عقلك ودار، وداك فلانه ما محتاجش ليها، هذا غير كيتباهى عليك في المدرسه. كانت في أيام يعني الحجر عن بعد، وكيتخلصوا 1500 للشهر، ما بين 1000 و1500 درهم للشهر، راه بزاف. انا كيبان لي شي حاجه اللي هي كثيره على الاب. اجي نشوفوا الناس العاديين، عندك اقل 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 يعني تسعيره بارونتيز 200 درهم الحصه، وكاينين دي باك ديال 600 وديال 800 درهم. ولينا كنخدموا بالباك. حيت الباك غادي يكون ناقص لك فيه واحد شويه، وغادي يقدر يزيدك واحد الماده فيها السوايع. هنا كنطرحوا سؤال، واش هاد الفئه ما كتراعيش الناس اللي ما كيديوش الواجبات ديالهم على احسن ما يرام ولا اكمل وجه، واش ما كيراعيوش الفئه اللي لا حول لها ولا قوه، راه تبغي دير السوايع ولكن راه ما كاينش ما عندهمش امكانيات.